العصبية الوطنية، التعليم الأولي والرياضة، سيدات السادة أعضاء مجلس الجامعة. أولاً اللي كنتناقشوا حول المشروع بهذه التكلفة هذه، كنتناقشوا حول المآلات. دائماً المؤسسات سواء كانت القطاع الخاص أو العام اللي كتبدأ كتفكر لنا واحد المشروع كتفكروا عنها على النهايات. حتى الناس إذا كانوا كيتكلموا بطريقة اللي تقدر تبدو سوداوية تامة على مشروع مهمين جدا، المشروع مهم المتشائم في تفكير المشروع مهم جدا، والكلام ديالو في بعض الأحيان ممكن أننا نوصلوا إليه، لأننا ملي كنطرحوا أسئلة حول هذا المشروع راه الطموح هو أنه ينجح، لأننا عينا في الدين تسطاس من المشاريع المتوقفة. مللنا من أن المقاولات تكون أمام المحاكم والمشاريع واقفة ما عندها حتى معنى، شنو غنستافدو؟ اليوم اللي مطروح عندنا بشكل كبير هو الأمور التقنية، مدة إنجاز المشروع، لأن في اتفاقية الشراكة لا كونتر بارتي ديال وضع العقار راه هناك إشارة المديرية، ولكن المديرية يجب أن تلتزم إمتى غادي تسلم لنا المشروع، لأن راه كاينين وليدات كيتسناو، ما كاينش غادي ندير لك راه الإشارة ونخليه. ممكن يطرالي كما يقع الان في سوق الفتح، الناس كيتسناو ما هما في سوق، ما هما خدامين في بلاصتهم القديمه، حتى هادو غيوليو ما هما في التيران، ما هما كيلعبوا الرياضه ديالهم المفضله. من بين الاسئله اللي خاصنا نجاوبوا عليها كذلك الاسئله التقنيه، القياسات ديال الملعب، واش غادي يكون لنا ملعب اللي هو اوفيسيال باش غادي تلعب فيه الفرق ديال العصبه الجهويه، العصبه الاحترافيه والفرق المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه لكره القدم، واش الملعب غادي يحتمل لنا هاد الفرق؟ في حالة كان الجواب نعم، شنا هي الفئة المستهدفة؟ فرق الأحياء كيفاش غدير معاها؟ حنا راه كنعرفو الغازو سانتيتيك راه عندك 36 ساعة في الأسبوع، كتقسمها على سبعة كتجيك 5.14 ستة سوايع بالبرولونغاسيون برولونجيو فيها، وإلا إذا تجاوزنا هذاك السقف غادي نكونوا أمام تعريض هذه المنشأة للتلف. ملي غنعرضوا هذا التلف في اتفاقية الشراكة، شكون هو المسؤول على الصيانة؟ هو المجلس الجماعي. المجلس الجماعي اليوم بالكاد بالكاد غادي يشوف الاضواء ديال الاضواء الثلاثيه بالكاد، واش غادي تكون عنده القدره على انه يصرف على الصيانه ديال هذه المنشاه بهذا الحجم؟ اليوم التفكير الحقيقي والمنطقي هو كيفاش نجيبوا مداخيل الجماعه باش نقدروا نديروا الصيانه لهذه المنشات كامله. كذلك ان في الاتفاقيه الشراكه ما كاينش واحد النوع من التوازن، وانا ملي كنتكلم عن التوازن المجلس الجماعي يساهم الكلفه الماليه ب 50%، ولكن الى ضفنا لها العقار والمتطلبات الاخرى اللي هي الاداء ديال الواجبات ديال الماء والكهرباء وتوفير الحراس وتوفير الموظف، فهو اكبر مساهم في هذه الاتفاقيه. كذلك جاء على لسان السيد المدير ان القانون التنظيمي 113/14 يمنع للجماعه ان تسير مثل هذه المرافق. على مركب محمد الخامس شكون كيسيروا بالسلامة؟ كازا ايفنت هي شركة تنمية محلية اللي تابعة للمجلس الجماعي ديال مدينة الدار البيضاء، والقانون التنظيمي الذي يسري على مجلس المدينة اللي في نظام وحدة المدينة هو نفسه الذي يسري على مدينة سطات. وبالتالي اليوم خاصنا نكملوا طرح الأسئلة، لأن الإخوان اللي طرحوا مجموعة من المخاطر عندهم الحق، لأننا خاصنا نطرحوا نفسنا على المخاطر التي تعتري المشروع. وقد كان مؤشر في المداخلة ديال السيد المدير واحد المؤشر واضح، هو أن كاين توقع ديال أن الكلفة المالية غادي تكون أكثر، الشيء اللي جسدته الاتفاقية. إذا شنا هي البدائل اللي كنوجدوا؟ لأن يقدروا مساهمين آخرين يقول لك حنا ما مساهمينش، هذو اللي كنتسناو فيهم. تقدر الجامعة بحكم الكتلة الهائلة ديال الأحكام القضائية اللي خاصها تخلص وديال المولود الثقيل اللي وردناه على سنوات ديال التدبير الجماعي يقدر يسبب لنا في مشاكل واكراهات اخرى. بالنسبه للامور ديال التسيير، انا اعتقد في حاله كنت ساصادق ولا اوافق على المشروع الذي التصويت ديالنا عليه، نعم التسيير يجب ان يكون حصريا للجماعه الحضريه ديال سطات، وتشرف المديريه الاقليميه ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه على تكوين الناس اللي غيديروا هذا التسيير. لان دائما كنبداو كنوجدو في المشاريع وحنا ما كنبداوش معاهم اون باراليل الفرصه ديال التكوين المستمر ديال الناس اللي غادي يشرفوا عليها، لان التدبير ديال هذه المسائل يحتاج الى تكوين. وبالتالي اليوم اللي مطروح بالاساس في هذه الاتفاقيه
هو اننا نوجدوا راني ما حكيتش 45 يعني رفعت عليكم الحراره 45 الاولى وكرهت انكم تضيفوا عليا ما سخوت باش نكمل الامور وشكرا. الاشكال الكبير اللي كيطرح نفسه اليوم هو في حاله المصادقه على الاتفاقيه شحال ديال الوقت غادي نوجدوها؟ لان راه ما يمكنش خصوصا ان المنطقه راه حساسه اللي فيها الملعب. حنا مع ان يكون الملعب مواصفات عاليه ولكن في مده اللي تحترم يعني الوضع العام. حنا عارفين المنطقه تسمى منطقه للشباب فيها والاطفال محتاجين انهم يمارسوا الرياضه ديالهم المفضله وما كرهتش الباراليم ديروا ملاعب ديال المفتوحه في وجه العموم. الملاعب اللي تكون فيها ارضيه ترابيه راه ولات ارضيه ترابيه في المستوى اللي ممكن انها تكون مفتوحه للعموم. وبالتالي اليوم انا كنقترح اننا نسابقوا على الحق التعديلي والاتفاقيه يجب ان تطرح الحين اننا نديروا الدراسات كامله وكنظن ان الاهم هو الـ هو الـ هو الغازون ماشي المدرجات. وتا الامور ديال صاحب المشروع باقي ما لقيناش اجابات يعني الموارد والمؤهلات اللوجستيكيه والبشريه ديال صاحب المشروع واش كتسمح ان المشروع ما يكونش في عداد المشاريع اللي فقدت البوصله ومتوقفه وغادا تصبح تقل الكاهل ديال المدينه وتقل كاهل الجماعه لان في النهايه من سيلام هو الجماعه ديال الصناعه.